من هو يسوع المسيح؟ لا توجد شخصية في كل تاريخ البشرية أثرت على العالم والمجتمعات مثل ما أثر يسوع المسيح. لقد كان تأثيره أكثر من إبراهيم أبو المؤمنين، ولقد كان تأثيره أعظم من موسى، أعظم من يوحنا المعمدان، بل أعظم من أرسطو وسقراط والعلماء والحكماء أيضا. لقد تنبأ الأنبياء من مئات وآلاف السنين عن مجيئه. هذه النبوات تعرفنا عن مجيء المسيح وعن هويته وأعماله، عن موته وقيامته وصعوده إلى السماء، والعديد من النبوات التي تتكلم عن مجيئه ثانية.